مشيعان. روما الطريق إلى الفوز، الطريق إلى الفرح، الطريق إلى النقطة السابعة، إلى دخول المربع يعلنها الحاسم رومارينيو. نعم، الطريق إلى المربع لأول مرة في المواسم الثلاث الأخيرة. ها هو العميد يدخل، يدخل الصندوق، ومن علامة الجزاء ينبري في هذه الكرة المالكي ساندرو مانويل، قدم بقدم مع المالكي، ركلة الجزاء انبرى لها ومن غيره. رومارينيو يعطي السعادة، يعطي الفرح، يعطي الآن وفي هذه اللحظات النقاط الثلاث والنقطة السابعة للعميد. حتى هذه اللحظة وضع الكرة، وضع بحس التهديف المستمر. رومارينيو يقول ينجح ياسين إلى ريان الموسى، إلى علي النمر، النمر بيرسل كرة، يا سلام، عند الجوعي، الجوعي حيفوت ويعدي ويشوت، جميلة، هدف مذهل، هدف فريد، هدف رائع، هدف جميل، جمال ما له مثال في هذا الهدف يا عبد الله.